كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ربنا ما يحرمنيش منكم ولا يحرمكم مني يا رب. انا عملت دنيا رمضان في المطبخ وقلت لازم اوريها لكم، يلا بينا. تمام، مبدئيا كده انا دي الحاجات اللي انا هستخدمها في تزيين المطبخ. اول حاجه كوبايات اللي هي العيون دي اسمها استكانه، باين ده لا يعني باي اطلاقا ان انا بخاف من الحسد اطلاقا، انا بحب العيون. تمام، وبعد كده هنحط البرطمانات السوق دي، طبعا شايفين كاكاو دريم، معنى كده ان انا كنت كسباهم منه. وبعد كده بقى هحط الشفشق، ده مكان الفازه دي، الشفشق ده كنت جايباه 15 جنيه من الوكاله، لقيت ان هو شكله عاجبني فاشتريته، بس طبعا مش هشرب فيه استخدمته كديكور. وبعد كده الإضاءة، بعد كده المفرش الرهيب ده، بس قبل ما احط الزينة وازين بقى الدنيا انا وضبت المطبخ ونضفته تنظيف عميق ورتبت الادراج زي ما انتم شايفين كده بالمنظم الجديد. طبعا المنظم كان صغير بس انا اتصرفت. وبعد كده بقى بدأت ان انا انضف الستاند ده بمنظف الاستانلس، طبعا انتوا هتشوفوا ده، ايوه ده طالع من التراب بجد منه حقيقي، هتشوفوا طالع منه ازاي. وبعد كده بقى بدأت ان انا انشف فيه واظبطه. طبعا انت هتسألوا تقولوا لي انا لابسه سبحه ليه، هتعرفوا بعد كده انا لابسه السبحه ليه. تمام، المهم بعد كده بدأت ان انا ارصص الحاجات تاني. طبعا لازم ننظف تنظيف عميق علشان يعني احنا كستات او كبنات بنحب لو جبنا وردة ننظف الصالة عشان نحط الوردة، نحس ان احنا ايه عملنا حاجة جديدة كده، حاجة بتشجعنا ان احنا ننظف. تمام، فانا جايبة فرع زينة ب 15 جنيه، فانا نظفت المطبخ تنظيف عميق علشان احط فرع الزينة اللي ب 15 جنيه، فهو بصراحة يعني شجعني وكده. كمان غسلت الستاير بس ما لحقتش اوريها لكم عشان هي كانت لسه نشفت، طبعا لازم حاجه تقع مني في الفيديو فعادي يعني، يا ريتو كذا حاجه كده حصلت ما تشغلوش بالكم، المهم تركزوا في الزينه في النهايه. بعد كده بقى طبعا شلت البرطمان اللي انا الفازه اللي انا قلت لكم عليها دي، كنت جايبها من ايكيا، وحطيت الشفشق الرهيب بتاعي ابو 15 جنيه. وبعد كده بقى حطيت عليه المعالق، على فكره المعالق دي انا ما استخدمتهاش ولا مره. بصوا انتوا هتسمعوا بقى صواريخ وبومب اجواء رمضان، فايه يعني انا يعني انا بحاول اتكلم بسرعه عشان الحق انزل الفيديو قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بعد كده بقى دخلت على ركن الشاي والقهوه، طبعا هو مليان تراب فهمسكه الاول انضفه، وبعد كده هحاول ان انا احطه معاكم ونحط بقى الحاجات مع بعض كده بتاعت رمضان وكده. ده بقى بعد ما انا نضفته، طبعا مش هيبان الفرق قوي يعني، بس ايه عرفوا ان انا نضفته. تمام، بعد كده بقى حطيت الفيشه بتاعت الكاتل علشان بحطها من ورا كده علشان الستاند يبقى واقف عدل. وبعد كده بدات ان انا انظم اللي انا حاطه فيها الكوستر والكلام دي الكلام ده. وبعد كده حطيت دي اسمها ايه، المهم انتوا فاهمين، بتاعت القهوه، وحطيت بقى جنبيها برطمان القهوه. وبعد كده حطيت البرطمانات الصاج اللي انتوا شايفينها اللي انا كاسباها اصلا، طبعا هي فاضيه انا لسه ما حطيتش فيها حاجات، انا لسه مش عارفه احط فيها ايه، بس حطيتها علشان حسيت ان هي مديه جو رمضاني. وبعد كده طبعا حطيت الاستكانه اللي هي اللي فيها عيون، ان انا قلت لكم انا مش بخاف من الحسد ولا حاجه بس انا بحبها. بعد كده بقى حطيت المفرش الرهيب بتاعي، كنت جايباه معاكو كان ال4 ب7.5، بس هو ضعيف قوي يعني ايه يعني بيطبق بمنتهى السهوله بس عادي يعني. بعد كده بقى حطيت المفرش لونه ازرق علشان يطقم مع الكوبايه، وحطيت بعد كده البرطمانات اللي انا كنت هي دي سكريات بس انا عاملاها برطمانات حاطه فيها النعناع والقرنفل والكلام ده. وبعد كده السبحه بقى انا طلعتها اهو، حطيتها هنا بالظبط عشان ايه نسبح ربنا كده وانا قاعده بطبخ، ولا هقعد اسبح وممكن ما اطبخش في الاخر، ربنا معانا يا رب. طبعا اللحظة الحاسمة اللي انا احط فيها الليد، وزي ما انتم شايفين اهو ده بقى انا طفيت النور علشان يبان بقى ايه الاضاءة عاملة ازاي. انا اكتر الاضاءة بحبها هو الاضاءة الصفراء، ما بحبش اكتر منها. وده كان الشكل النهائي اهو، شكله حلو وباين ان عندي رمضان في المطبخ. انا حسيت ان انا عايزة تكون الحاجة رقيقة خالص وبسيطة ومش مكلفة نهائيا علشان التنظيف وعلشان تبقى الحاجة رقيقة كده بالنسبة لي. تمام،
وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. رب يكون عجبك الفيديو، وما تنسيش اللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو اول مره تشوفيني، وتابعيني الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنكمل بقى روتينات المطبخ. وما تنسيش اللايك والاشتراك زي ما قلت، هفضل ازن كتير. ويلا باي باي.